أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى والبداية من كرة السلة. يلتقي الفريق الأول لكرة السلة السيدات بالنادي الأهلي في 8 مساء اليوم نظيره سبورتينج في إطار منافسات نهائي كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر. ويتطلع فريق سيدات سلة الأهلي تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني للفريق للتتويج باللقب وإضافة بطولة جديدة هذا العام بعد الفوز ببطولة منطقة القاهرة ودور مرتبط. وستذيع قناة الأهلي المباراة عبر شاشتها بداية من 7 مساء. كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي. يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام سبورتينج والمقرر له غدا الثلاثاء بعدما نجح في الفوز على سموحة في مباراة نصف نهائي. وقرر طارق خيري المدير الفني للفريق الاستمرار في المعسكر المغلق استعدادا للمباراة في ظل أهمية التركيز من أجل المنافسة على الفوز بلقب البطولة. وقرر خيري عقد محاضرة فيديو للاعبين اليوم لشرح بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباراة بعد دراسة مباريات سبورتينج الأخيرة. قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالأهلي أن الفريق سيقاتل من أجل الفوز بلقب كأس مصر بعدما قدم مباراة قوية أمام فريق سموحة في الدوري قبل النهائي من البطولة وضرب موعدا مع سبورتينج في النهائي. وأكد خيري أن الأهلي نجح في الوصول إلى النهائي بفضل عزيمة لاعبيه رغم تأخر في النتيجة في بداية المباراة، موضحا أن الفريق يسعى بقوة للفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير. وإلى أخبار الكرة الطائرة، حيث أكد محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي أن معسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق حاليا في بولندا جاء مفيدا للغاية ويحقق أهدافه بشكل كبير. وأشار مصلحي إلى أن حالة التركيز التي يعيشها اللاعبون كانت مهمة للغاية بعد فترة من الضغوط الشديدة خلال بطولة الدوري التي توج الفريق بلقبها، وأنه كان من الضروري تجديد النشاط الذهني للاعبين قبل البطولة الإفريقية التي تمثل أهمية قصوى للجميع داخل الفريق. تعافى عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بشكل كبير من إصابته بجزع في الوتر الخارجي للركبة إلى جانب آلام بسيطة في غضروف الركبة تعرض لها قبل السفر إلى بولندا لخوض معسكر إعداد. وأثنى الجهاز الفني بقيادة محمد مصلحي على الجهود التي قام بها الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق في تجهيز اللاعب بعدما تأكدت مشاركته مع الفريق في بطولة إفريقيا والتي ينظمها النادي خلال الفترة من 25 من مارس الجاري إلى 6 من إبريل القادم. وكان اللاعب قد خضع لجلسات علاج مكثفة في بولندا وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.
يختتم الفريق الأول الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم الاثنين لمواجهة الزهور غدا الثلاثاء في بطولة الدوري. وكان الفريق قد توج مؤخرا بلقب بطولة أفريقيا للطائرة بعد الفوز على قرطاج التونسي في المباراة النهائية للبطولة التي نظمها النادي الأهلي خلال الفترة من الرابع إلى السادس عشر من مارس الجاري. ويسعى الفريق للتتويج بالبطولات المحلية بعدما أغلق ملف البطولة الإفريقية لإسعاد جماهير الأهلي التي ساندته بقوة خلال منافسات البطولة الإفريقية، خاصة النهائي أمام قرطاج التونسي. فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.